خلينا بقى نروح لحضراتكم ليه رياضة أخرى، وهي التزلج بأنواعه المختلفة، وهو مفروض واحد من أبرز الهوايات المفضلة لدى الشباب تحديدا هذه الفئة، يعني بيتطلب أكيد لياقة خاصة، وعايزين نعرف بالظبط إيه كمان أنواعه، لأنه في كذا نوع من أنواع التزلج. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. جايين هنا بنلعب رياضة مختلفة شوية عن بقية الناس. احنا بنلعب رياضة خطر وفي نفس الوقت ممتعة، فدي أجمل ما في اللعبة عندنا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نستغل الوقت الفاضي اللي احنا فاضيين فيه، أو بنخصص وقت مخصص للرياضة دي بحاجة مفيدة، بدل ما احنا عمالين نضيع وقت في حاجات ملهاش لازمة، فبننزل نحرك جسمنا ونحرك أجهزتنا الحيوية اللي جوه. هي رياضة انتشرت مؤخرا في مصر، ما كانتش موجودة قبل كده، أو بمعنى أصح ما كانتش منتشرة قبل كده. بدأنا نعرف بعض، إن احنا بقينا ننزل في الشارع، نجري في الشارع، نعمل كروزنج في الشارع، والناس بدأت تسألنا بقى انتوا بتلعبوا مين، ده ايه، وبتلعبوا فين، وتعلمتوا ازاي، وهكذا. واحنا بدأنا نساعد الناس، ان احنا نقول لهم يعني السكيت ده عبارة عن ايه، وجايبينه منين، وانواعه ايه، وهكذا. والله بصي، هو انا بدأت من 6 شهور تقريبا. اول حاجة انت تتعلمي المشي وكده، وازاي تمشي، ازاي تقعي، ازاي تعملي بريك والحاجات دي. واحدة واحدة بتبدأي تجري، بتبدأي تتعلمي الجمبات، بتتعلمي الحاجات دي كلها. أنا بدأت السكيت من وأنا عندي 18 سنة، كان هواية مع أصحابي، ولقيتها رياضة مفيدة جدا. كنت بهتم أنا باللياقة دايما، فهي لقيتها رياضة بتهتم باللياقة، بتعلي اللياقة جدا. مشيتي اللعبه، كنت شفتهم في مكان الاول، وبعدها قلت لبابا، وبابا نزل معايا وجبنا السكيت. الكوميونتي هنا حلوه، واحنا يعني عرفت ناس اكتر بعد ما كنت ما بتكلمش حد في الطبيعي، وكانت تجربه ظريفه. يعني انا اول ما بدات امارس الرياضه، اولا بدات اعرف ان في جروبات وكده، وفي عدد بدا يزيد، فتحمست اكتر. انا كنت بلعبها زمان وانا صغيره، بس كاطفال فكان شبه لعبه كده عاديه زي العجل والحاجات دي. بس بعد كده بقى لما لقيت، لما كبرت ولقيت في جروبات وكده، اتحمست اكتر. كان نفسي ارجع للعبه تاني، بس لما لقيت في بنات وفي جروبات كبيره، اتحمست اكتر ان انا العب. بدا الموضوع ينتشر جدا في مصر، شفت بقى على الفيسبوك لازم في كل محافظه جروب بينزل، وفيديوهات جميله تخلي الواحد اللي هو يتحمس للعبه. فطبعا افتكرت ايام ما كنت بلعبها وانا صغيره، حنيت جدا بقى وقلت لازم اجيبها. لا، انا ابتديت سكيت من زمان جدا، بس طبعا ما كانش في تيم زي دلوقتي، فالموضوع كان اصعب بكتير. لكن دلوقتي الموضوع بقى اسهل، كلنا بقينا تيم بننزل كل يوم. بس هي دي الفكره. هو اللي علمني ازاي امشي بالسكيت، هو اللي علمني ازاي انزل بالمنزل، وهو اللي علمني كل حاجه في السكيت لغايه ما عرفت العب، ويوديني كمان العب سكيت، وانا بقيت واروح العب سكيت لوحدي. في حاجات بتبقى صعبه بالنسبه لي، زي ان انا اعمل جامب واعمل باك وحاجات كتيره يعني. فانا لما ببقى بلعب يعني بحاول ان انا اعمل مجهود على قد ما اقدر لحد ما اتعلم.